قوي. ما احنا قدامك اهو، ما حصلناش اي حاجه. خش خش، ما تبقاش جبان. لا انا مش جبان، انا خايف. وبعدين انا مش فاهم انتوا ازاي عملتوا كده في اوضه بابا وماما الله يرحمها. ازاي يا سمسم؟ يا سمسم، ما هو بابا كان بيعمل كده مع ماما على نفس السرير. ايه كداب؟ طب لما بابا يجي بساله. يا اخوانا فهموني، انا لا لا انا ما اقدرش اعمل كده الا مع البنت اللي انا هتجوزها. خلاص يا سيدي، ولا تزعل نفسك، خش اتجوزها شويه وبعد كده انا هخش اطلقها. الله ما تقول له حاجه. يا نسبتي، ايه ده اللي لبسك هدومك ده؟ حتى الجو حر. ايه يا ريت اللي انت عامله ده؟ تعالى 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 جوه. ممكن اخرج؟ مالك يا رضا؟ من ساعه يعني ما لبست البيجامه وجبت شعرك على جنب وانت محبط. محبط؟ طيب اكيد اول مرتين كانوا كويسين صح؟ ها، امال الثالثه ان شاء الله. تعالى بقول لك. ممكن اخرج بعد اذنك؟ مين ديات؟ دي اختي. مين ده؟ ده بابا هندي. مش باين عليه، ده شكله مصري. وانت بقى من كلكتة ولا من ابو دلهي؟ انا فاهم انك طيب وغلبان. بره 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 يا زباله، ده سرير امك الطاهره يا معفن، اطلع بره. دي مسخره وقله ادب. ادي سمسم اللي انتوا كلكم فاهمين انه طيب، طلع منحرف. يا بابا يا بابا، ده انا قعدت اقول له اتحايل عليه ما تجيبهاش ما تجيبهاش، هو اصر. ده المصيبة انه عامل كده على سريرك. ده تكون قرف فيكم وتربيتكم. يعني لو امكم عايشة لغاية دلوقتي وشافتنا كان حصل ايه يا ناس؟ انا اترددت كتير قوي قبل ما اجي لحضرتك الحقيقة، بس كان لازم اتكلم مع اي حد لاني كنت حاسس ان انا ممكن انفجر. هي حاجة غريبة فعلا، تلات توائم وعايشين كأنهم شخص واحد. أنا أول مرة تقابلني الحالة دي. أرجوك يا دكتور، الموضوع ده سر. لو أخواتي عرفوا إن أنا بجيلك أو حكيت لك الموضوع ده ممكن يقتلوني ويقتلوك. إحنا قلنا إيه؟ سمسم أرجوك ريح 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 من فضلك. حاضر. أنا عايزك تطمن خالص، أسرار المرضى بتموت مع موت الدكتور بعد عمر طويل. قولي يا سمسم، انتوا ليه مش عايزين تظهروا قدام الناس وتواجهوا الحقيقة عادي كده؟ ما ينفعش، ابويا ممكن يتحبس فيها لو عملنا كده، ومش بعيد احنا كمان نتحبس وراه علشان اتسطرنا على الجريمة. طيب انت قلت لي ان اخواتك الاتنين عايزين يهاجروا، ممكن تفهمني ليه مش عاوزهم يهاجروا؟ هم لو هاجروا اصلهم هيسيبوني لوحدي، وانا ما بحبش اقعد لوحدي. صحيح انا بكره طريقتهم واسلوبهم. ونفسك تبقى شجاع وعندك شخصيه مستقله زيهم. هو حضرتك شايفني جبان وما عنديش شخصيه؟ انت شايف نفسك ايه؟ انا شايف نفسي مش جبان وعندي شخصيه قويه. امال جاي لطبيب نفساني ليه؟ عشان جبان وما عنديش شخصيه. بلاش الأفكار السلبية دي، مش دايما إحساسنا بنفسنا بيبقى صح. يعني في أمل أعيش يا دكتور؟ طمن يا سمسم، أنت هتكون لك شخصية مستقلة، ده السبب اللي أنت جاي لي عشانه، وده اللي هنحققه مع بعض. عجبك حاجة؟ ايه ده يا ابني؟ ايه؟ مسهرني طول الليلة استناك وجاي متأخر عن ميعادك.
وعايز تبيع لي تمر هندي. زكي زكي انت زكي وزواق، وانا كنت خايف من كده على فكره. ده نبيز ابروسي جديد بتاعنا التمر هندي، عملوه الابارسه اولاد الابارسه، مش عايزين يصدروه، مش عايزين يصدروه. ده نبيز حلو جدا. اضرب اضرب بقه كمان، بس اضرب بقه كمان. تاكد حالا بنفسك. ايه ده؟ انت كم واحد؟ انت شايفني كم واحد؟ شايفك اتنين. قلتلك قلتلك اضرب. ينفع؟ اضرب يا بومبو. الحق. ايه ده؟ ايه؟ انت بقيت ثلاثة ولا ايه؟ انت كده هتبتدي تقلقني عليك على فكرة. انا عمري ما شربت نبيذ بالشكل ده. قلتلك ده نبيذ أبروسي هايل اسوعك. اسمع، انا هاخد منك كل الكمية. عناية ليك يا بومبو. لا كده انت هتسحب لنا البارة خواجة. كفاية كده كفاية.